ما زلنا نوثق شوارع المنصورة وهذا شارع الجيش وهذه الحارة الوسطى بها أشجار وبها حدائق للطفل وحدائق للأسرة. المنصورة دائما جميلة. نتحدث اليوم 19 أغسطس 2021، نوثق معالم المنصورة. هذه إحدى حدائق الأطفال. وهذا مشروع 306، مشروع الشباب التي تشرف عليه محافظة الجقالية، إتاحة هذه الأكشاك للشباب. مشروع 306. نتحدث من شارع الجيش وهذه الحارة الوسطى بجمالها بروعتها، إتاحة فرص عمل للشباب من خلال ما يسمى مشروع 306، وهو من المشروعات الرائدة. وهذه شركة مصر للطيران. نشكركم ونشكر حسن المتابعة.